أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيت مثل سيد ربي سبحانه عز وجل ودي خلق العبديس باش يعيش للدنيث إلى أبد الآبدين، يخلق فيد باش يسعد ديم المدة يجي نزدي حدة كذي العمريس باش يغير ورسي يبواس ويجي من يسعد دي دونيث اللي تشوحس في الناس. يقال سيد ربي سبحانه زوجنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. باش اللي زار سيدي ربي سبحانه زوجنا اللي ولا عبد ياخذ من الاعمال العاليه الويل هذا العبد النظم ياخذ من الاعمال ونهايه والكل اللي يمدي لك سيدي ربي سبحانه زوجنا من كل يوم اللي تشوف حسب فين يخدم. اي مثل يعبد دائما وابدا الى قد يقال داخل الخاطر ايش باللي قد ياس الوقت قد يرحل للدنيا ثقيل لجميع العمل اللي يخدم سيد ربي الخلق الواحد الاحد يتمثل يقرد العبد يسعى ثلاث ايام وقت شوف في الفلاس يقرد ثنوانيا يقرد القران الكريم على لسان انبيائه واصفيائه ورسله صلوات الله عليهم جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقال سيدي ربي سبحانه وتعالى وجعل لسان سيدنا عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. عيسى ثلاث ايام يقوس اسم ديو يقوس اسم ريا راح يردو لثقل يقوس اسم ردي يبعث يوم القيامه. اش يديروا لي عدام يروح داين خلاص يقول ايش ثورة قال انا السين والسنة في القابل العبد يبقى سيد دونيث ويزاري من المهن استدي حدا سيد ربي من المهن وسنة الساعة وسنة الزكاة يوم النظام يوم القيامة ما دي حشر العبد سيد ربي سبحانه وتعالى العبادة الشهد اي مثل يبقى سيد رجل لك العبادة من كل يوم يسرج الوسيس. يقال سيدي ربي سبحانه وتعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. من كل يوم يسعى السيسي في سرج ويتزاد وينقص. السنية مثل يوم عظيم على الخطر ذا السنية فريع حل العبد الدنيا ثقيلة. يقال سيدي ربي سبحانه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ان دي لقات سبوذا يلقات عاشمي منو يلقات حذر اثيد قال دخل خطر والسنين يفادي يرجو في اللون اثيد يجبد في بيسه يومي أيث مثل سيدنا لقمان عليه السلام يتوصي من ميسي وثن وصية لعيس لقمان الحكيم عليه السلام إنيس يا بني بع دنياك بآخرتك فتربحهما معا إنيس ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما معا إنيس أمير إنيس زز دنيتك سيخاف إنيس تربح ذزنا إنيس ولكن هو كتزن الزنزل يا خاطيك سدوني فتنتخسر في سنان
أمز العبد أيت مثلا وثورات دونيث يدخل من الدونيث إلى خف ويجيني ذي العبد الإنسان المؤمن يؤمن السيد ربي يؤمن بالله أدي يسيون يوخف أدي فاضي الدونيث أجيون يجعجرين ويجيني حشريت أمس فينا يحتسب الدنيا تمس فينا هل هي كيف في اللس باش نروح الآخرة أي خطر دينا الوقت نتفكر الحياة نتفكر الحياة الدائمة سيد ربي سبحانه وتعالى يتك الدنيا إيوان يتحمل يتك الدنيا إيوان يحميها ولكن نتسأل أنا زي غرواز أمكي دينا رسول صلى الله عليه وسلم إنك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها جرعة ماء إنك لو كان الدنيا سوى نزلت فرستيزيت إنك كنت صحار الكفر فانجوف ومن استد صحار ولكن سيد رب سبحانه وتعالى لم تسوير على وسط فرستيزيت إذن يفكتي يونيك حمريت يفكتي يونيك حميار وين صغي في الدنيا اسديك الدنيا وين صغي في اليخاف اسديك الدنيا اسديك يخاف أي خطر وين صغي في اليخاف ألي تهني دي الدنيا ألي سعدي الدنيا دون أكلي تحب سيد ربي وذين استقبل سيد ربي سبحانه زوج نبي الأخيرة الصفة العالية إذا نيت مثلا سيد ربي سبحانه زوجنا وسوال الدنيا ثغرواص والإقرار ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ينيك لو كان ماشي دفتتني بو السيد ربي سبحانه زوج ليه زرى العقل الانسان ضعيف اتكشن تلفتنا اتكشن شك واما قد يفكي العبد الكافر انه من السيد ربي اسيب كل قصور يقبل يريع في الدنيا اسيب اثي عاوز دي الدنيا ذينو الفرارك ذينو الفرارك ولكن يزرى السيد ومرا ونشتني هذي يسيوني وقف هذي يجي كلش كل شيء يروح يكشم يتمثل عزرائيل عليه السلام ملك الموت غريون الجبار من الجبابرة ميك حكم التموث اميك قما فوق كرسي الحكم اميك وريون ورقاز يكشم ازدي في قرثني انيسني وكش ويكي جلدك شمو شحال تقول الى الفير الساعه 6 مره مشيت جنب الشمال يعني شي جنب الشمال الفم بخار باش اللي عارفين نسى شي مانيش بدات ماشي نسى الفم بخار ماشي الملك اللي غير الفم بخار يعني شي يمكن نشطو غير اللي خام الماء ماكش نوع إنيس كتشيني الملك الموت إنيس غصح إنيس قراك ربي مريث جيب كرقو السن مويث مطلط كرقو السن إنيس يدر رشين المواليس تذفك على الحقوق ويدي ثني تلسن أخم غيني يتسلقن إنيس يزمي الغرى إنيس يبغض يوقتي إنيس قراك ربي مريث فني فضل موان كرنس سويا ينيش بشد جغمان صوصيات هذا الصير ينيش اسمع الغرع يقول دي وقتي يخل ما كيكي كيف انت الروح نينس يجتمو بحلو أبو كرسي نينس أم بعد الزين سحب الأقصار ميهم يثمثن
ما وينيش وذيك شتين دينا وذيك يخذ من دينا نجمان دوك فلاش عيوش بريحن مشي قموث الملك سيدنا عزرائيل عليه السلام يقمتش مقايدا الناس يكون يكون يساعد ربي اتشر ما رفاقي ماشي فلاسفة اتشر ما تشر ما في منون الناس على خطر يقول دوسيس ويرنرى الناس يرنى اتزيغ اروان يون يون حاش ما يقول له جيغارة دون ولا يون الناس رفا فروح انوني قلقة السروم اتلقي بمنوني وسع ماشي فلاسفة السروم إذا مثلا ذي في قارو خلق سبحانه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلا الله ما دين سيد رب سبحانه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلا الله إلا أي بذ العذيث مثلا التقوى أن تجعل بينك وبين صفات الجلال سيد رب سبحانه عز وجل وقاية أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية أشجار ذلك يلك ذو الغضب من سيد ربي الصفة من سيد ربي قوارا الحجاب كنو كده تصور الغضب من سيد ربي الحجاب بقينا يدخل ايه مثلا تخمت سبع عبادة التقوى اما كنت شقر علي بن ابي طالب رضي الله عنه الناس الخوف من الجليل والحكم بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أذي من السيد ربي سبحانه وتعالى وذي أول وذي تبع بريد القرآن الكريم السنة في محمد صلى الله عليه وسلم وذي استقناع القليل ذي الدنيا ثقيل أي خطر يتمثل الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور السرعية والحشنة ذي قلنا فقرص الدنيا وتتشوي يوم أصل القرخة إيميز يلونا تستعد أتهجب إيماني إيواسما ترفض إيماني كتصر حدث صغير سيد ربي يولي مقام يوم الرحيم إذن الشاهد مثلا سيد ربي سبحانه وتعالى جميع قروا اتقوا يوما ترجعون فيه إلا الله إنسان يرجع إلى الله ماشي إرادة إنسان يروح ماشي شيء يبغي يسار يروح أتسمع قيد العباد تشبتنا في الدنيا تشبتنا في الدنيا حمين الدنيا أي خطأ حاشا مكاليفة عمرضة تحمير أمكان يخرر أمكان تخرض وتحمي ضرر أين يبغي يسعيد العبد العمرس ولكن الذي يشرح ما السنر مازال صار نوض مازال اللي في كوكو الحياة باش يدير له مازال اللي في كوكو اللي يسعى باش يدير له مازال اللي في كوكو اللي يكسب باش يدير له مازال ولكن هي في مثل يلقى الانسان اللي يخدم افض من سيد ربي اللي صرج وما السنين صنفة حيث الصرورة ذي صرجوا أي خطرة إلى قتل السين أذي فهم وذا في حمل وذي غير يغوص لن أيث مثلا العباد ضعاف الإيمان وجري در الإيمان ديشن لن أهمد نسميك فين اشتاقيني نغمة غده درنا هذا أفاقي وزميرا لهذا ديال شو زميرا دي سوي زميرا دي خدم أبرزنا كل العظميس أذغريني فاسنيس أن يفشل ونسو كثير مش دائما لو أبدا نغده درنا هذا أفاقي بالمناسبة غيث مثلا لعبذنا عند حمينا كن دوني نيجي القيمة ومازد هذا الضر أفسني فريرو السنين الفريد جاك الكلش أكي كره ما مكش نزده هذا مكنا كي كره ماشي إذا لك نزده هذا كان كي كره ما من الكره هذا كي كره خطر السيد ربي في دينه
الخالق الواحد الأحد يقرأ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أهل طرد السحر الذي شمكتي الإنسان أنشتهم شمكتي الموت ذي شمكتي السنفر يروح ذي شمكتي الآخرة شمكتي سيد ربي سبحانه وتعالى أفشل يفشل أبغيني فسني شو خدمة ذو كيما قال لما قال مثلا ضعف الايمان ذبش ذبش وزرع ذبش ويفهم على خطر وكيما ذا الجاهل اي مثلا لا عزمان تغويت نفسيتيس هذا يغوي الشيطان اتجذب الدنيا وكيما الانسان جاهل خطر الشيطان يتيبوين على الجهاز استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يجلس يربي الشيطان ذاين خلاص وسيد سريعا إن يقبوا على سيد ربي سبحانه وتعالى وتشبت في الشيطان وسيد سريعا ذي العكس أي مثل العبد ما يريد أن يتذكر سيد ربي سبحانه وتعالى يتذكر الموت يتذكر الآخرة ونش العبد ثلاثة فضل يسعى يجتمع يشتي العاية يسعى السعادة من الدنيا أكثر يسنسى على خطر وش تقعني المعنى ذكرى إذا أردت الدنيا وكان كيزر في الحوض سد ذي القجار محاشا ماذا يقرر يلتعى دي غرسي يتصغي غرسي غرغورس أخطر الميزانيس ماشي سد الميزانيس ماشي الشير الميزانيس زرم سوى شوثيث مثلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى ذي العمل الصالح ذي الحب لسيدي ربي ليش يكشفون يعقيدي دوني ثيث مثلا ذي المال يكشفون يعقيد الشين دوني يكشفون يعقيد إنسان ميكشف ميكشف المليار ذي من سين ميكشف سين مليار ذي من أربعة مي أين يبغو يكشفي استيتسر الشيطان ذي شوية باش هذه الحومه بزاف هذه غرق في المسجد من البحر الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب او كما قال صلى الله عليه وسلم ان لو كان لي شعوشين يسفل من ذهب هذه من وسياده ولكن ده شريعه شرنا عبد بلاد ميت مثلا فجاه هذه شر وينك اني غير مثلا يغرق من ذي الدنيا يقلح حول في الدنيا يقلح حول باش يكسب ذا شاف كسبه حاشا انت تشيع لوين تشويع لوين تاسيع لوين تصدقه يسيك الباقى كل سيصدر الشيطان غير مثلا ديجي الشغيز لو كان الزرني غاشي غي عبد إذا عبد الدنيا يكسبين وقبير يعقل الدنيا أتسمى قالني موت يجد كلش للوقت ما تنتقش لي خويا ولكن ما ندو غين ما تنضي ندو غين أسنتير الشيطان الفيري على المسر الشيطان فينا يا ربي ذا سلو ذيك سلوة ذي عيفة ذي يثمن الصواب اثنى السجن ذي الجنائز هدرنا في الدنيا هدرنا في الكسب في مليار ذي في القهرين هدرنا في الدنيا مش هذا وخارا تمسكني تمسكني سواقين لك الزلسل سواقين ذي العقل نسل ما خلوث انت على ثلاث مسائل ارقو يا لذي الحاجة كي يقوني ارقو لذي الحاجة كي يتراجون ولا بد ان تصوضوا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه اني يبغو يضلي في الوقت
أين هنا الدين القسم دوضاء يقسد يرجف لك أي مثل ذي العمل ودن سمك ثيرا نشتغي ودن قدرا نشتغي ذي الخطرس الوقينيا يكتشم الوسواس هاي خطر وزرارة ما فاش كده دي فكسي بربار الدنيا يجعل ذي عيش طول العمر من دنيا خاصة ديش مقال غشي في نساتين مستقارين عن نتسا إذا كي كشم الوسواس يكشم يثنى الرعا ويكل ماهي يكين يفغذن يعقي خطر ما لي نقل خير بوين يخدم أثي دي جالفي يعني لخاف من يشو سيه جارة وكما في دي قاسي لرب سبحانه وتعالى لم يثنى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون العدد يتمكنني وسديا ذا ارتحر يرتاح خطرس الخطر ذي عبد سيدي ربي سي حق ذي تنقي ما تصلي كما الزكاه كما الصدقه ما سلحي جمس الفرائض مره اي شعر المعامله يحمي سيدي ربي اكل يا عباد اللي يخدم الخير أمس الأول أمس العمل أمس الفعل أذي يخدم الخير شوي أين مكجمع أذي يخدم أذي يخدم إنزال إنزال بلين الدنيا ذاكي ماشي المقر الرئيس أشوف غير العقل الدنيا مردي في منيس عاشت سيدة ربي سبحانه وتعالى إزدغيت سيدة ربي سبحانه وتعالى يفدي مانيس بصحة وعافية قلنا أذي حمد سيدة ربي سبحانه وتعالى إنك رسول صلى الله عليه وسلم يقارب إنك مادي كان لعبة الصباح أذي في مانيس في صحة وعافية أذي في مانيس أذي في أمان في أمان في الأمان قلنا وصد شو الخوف إلا وصد شو إلا آمن في شربه معاف في بدنه عنده قوت يومه يسعى إن لا يجسني أسني كان يسعى إن لا يجسني إنك ينفق الدنيا ذكو كأنما حجت له الدنيا بحذافيرها خل الدنيا مرة خصت أية مثل شدنا رسول صلى الله عليه وسلم أية مثل سيد ربي سبحانه وتعالى يوم ردتنا عبد أنخدم أنسقنا عشوين أغدفك رسول صلى الله عليه وسلم يقال من يأخذ مني هذه الوصايا الخمس وليجمعن خمسة الوصايا إيه إنس أبو هريرة رضي الله عنه إنس أنا يا رسول الله إنس إن كنت تجمع يا رسول الله يقرض أبو هريرة رضي الله عنه فأخذ بكتفي وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب المحارم سيد ربي أن يتمثل لعذا ذي أبوذين دينا ذي حرم ذي حرمين دينا ذي حيي ذي حيي ما ينحر سيد ربي سبحانه وتعالى وقف تقر في عذا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه محرمتش غير من الدم محرومة نعرض أسمع يعرض أستعد في الله أما في العرضيش أما أمدي الشيش أمدي ميكيش أمدي كل شيش محرومة تعرض في الله يلقى كيف وما كان شيء ما كيف ذي المعاونة سأل كيف كدي سفادة خصيميش أكل أموال الناس بالباطل أستعد في المسلمين وقل محارم من سيد ربي عليه مثلا أسيد أعبد الناس وين يتسوى السيد ربي وين إذا إجنان أعبد الناس
إلا قد إنسان أدي استقنع شوية إزدي في كسيد ربي ما تساعد القلعة شكويك سيد ربي سبحانه جوج لغير دي في الغينة هذا أخي قويك شو تقي وايد أطاس عاش ملكة في الجارة خطر الجارة والصدف لسيد ربي وفي الصدف لسيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم باش تسير الدين السلم إلا قد الجارة أم خبي أم يناني كل تخدم برا الضر وخامي كل تخدم برا الضر الجاري وتحمي ضرا وش من نظرا إلى عمد أي نوتش من نظر يماني إما أس من نظر يعبد الخسارة أس من نظر يعبد البلاء أس من نظر أي نوني هارا شي ربي زرادو ليه شي ربي كتغل ولا ولا إلى أن نتمنى ذاك نشتنا في ديفك ذويني منني حاجة سوف مساعد كوني تمنيني خير خطر فوصة ربذا للطف شو من عندك فوسي كاس تخل مرض السحان فوصة ربي أما عايش لك فوسي سيدة ربي كل شيء أكو المكتوب العابدي تعيش ذي قاعة صغر وين تخلق في ديفك وإن من شيء إلا عندنا خزائله وما ننزله إلا بقدر معلوم ولكن إذ مثل لعب الإنسان البعيد عن ربي جي ممنين إكسان بلا الحسد ذخي قويس أربح الدنيا فأربح يخاف يتمني زوال النعمة في غير نور أما ليتسف إذا انتقل لي عيشنا بقينا نوسع عيشنا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كرن الأعمال ألي يخذ من العبديد مثلا يقال يسيس الحسنات أسنيك الحسن ليس سيد ربك زران يكذني نار يكذني العباد من كل يوم يتكسد الجستين يستحق أنظر يسيد ربي سبحانه زوج الله أغد يرزق ذي خارس أدي رزق المؤمنين دي الخارج الفرحات أنا فرح مليلين سيدة برزق دي على سويني يا أنا مني أدي من أنا مني أسنين أكن أكثر في الرزق الله رزق غير أدي الإنسان المؤمن أكي أكي يتمني مشي ما يرسل لبسا ثورة لبسا تجدت عروس وستصداري منسي خاطئ ولف فضاص دي ربي دخصيني إذن إيه مثل سيقين الوصايا إذن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبد يفغان أدي حوض قبريد سيد ربي أدي يربح الدنيا أدي يربح الآخرة إيه مثل أسنى يسرج لك نيعبد بشر يرحل ذي الدنيا ثقين إلى دائما وأبدا في دقائق هذه دي قلبي خطريس أسجن ويروح حرام سنير نظر روح أسجن دي كرد قمطر حنين سي قناك النير يزمع حلو صغير ورس يزمع دي كسي الحاجة الفارم يزمع يزمع رد صغير وتتسرى سنير ما دي قلع ذن شتجن ايه مثل ماشي اذا تقلق ريت تقلق ناضل وسواسا ذي تفن أي سعو المسابقة ذي الوقت أسجين دي كريوفة دي مانيس بخارجنا أذي الزعن أذي خل النوافين أذي إزم أذي وزوم أذي خل الدين سكنيت يا خيحة أذي حنين أعوين العالم اليوميينس وذي دعوة سيد رب سبحانه زوجنا أذي وفق العمل الصالح الشاهد ذي العبد دي قرنا نشتاقي غير يعيشن بخيرية مثلا أنا ذي الدنيا هل خطر قبض ابن تيمية رحمه الله فقد جنة الإيمان من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة خطر انت وقت قرر معنى يقول ما يكشف الغروق نغي يساعين ونفرارع نغي أما عند الناس قلين ماشي وكان الميزانينس الميزانينس التقوى لسيد ربي صافي الإنسان دائما وليس مرتاح يقلها
سجل جنة الإيمان إذا دون مكشمال الجنة الدنيا يكشمال الجنة الأخرى وقين يزمير هذا يسعو الوسواس ويزمير هذا يسعو التقدي الدنيا هذا يعيش الدنيا تزدقات وسيد ربي سبحانه وتعالى لما سمع لي روح هذا يستقبل صرف فرحة السرور على روح هاي خطر ولي حمين سيد ربي سيد ربي حميه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه غادي يحضر ربي إن شاء الله هارو فريديس غادي من ربي ما فريديس رحل إن شاء الله باش نربح الدنيا نربح الآخرة غادي يحضر ربي إن شاء الله هارو وين يكحمي اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا سبل السلام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.